شايفين دلوقتي، احنا في الجزء بتاع الكيوسك بتاعت المشروبات والمأكولات دي كلها على الكورنيش، والمزيكا شغالة عشان كل الناس تبقى مستمتعة علشان محدش يبقى نفسه. زي ما انتوا شايفين كده، دي تعتبر اللي هي الفوانيس اللي بيحطوها على البيوت. فعلا هم بيحاولوا يبرزوا كل حاجة تبين ثقافتنا العربية، ما بين نخل، ما بين أعلام بالألوان التقليدية، ما بين عالم قطر اللي هناك، ما بين الفوانيس. فعلا كل حاجة بتتصخر وكل حاجة مسخرنا علشان تبين هوية الأربعة. بيقول إن الناس بتاخد الأكل وتقعد في الجنينة أو تقعد على الأرض، لا، كراسي في نص الطريق بتاع الكورنيش عشان كل الناس تبقى واخدة الأكل، كل الناس تبقى قاعدة. شايفين الحاجات الحلوة، ده لعيب عاملينه بشكل يبقى متحرك كده بحيث الناس تبقى مبسوطة. شايفين كده عادات على الكورنيش، الكورنيش كله بيتزين علشان كأس العالم. أكيد الكورنيش ده الصبح بيبقى شايفين كده على جزيرة بعيدة حاطين اللوجو بتاع كأس العالم. فعلا شايفين كده الكورنيش حاجة تحفة جدا، سكرينز افريوير عشان الناس كلها ما تفوتش اي لحظة في كأس العالم، محدش يفوت الماتشات، كل الناس تيجي تستمتع، كل الناس تيجي تشوف. زي ما انتوا شايفين كده، دي من ضمن الفعاليات اللي على الكورنيش. انا عايز اقول لكم معلومة، ده الفندق الوحيد اللي موجود على كورنيش الدوحة. الفندق ده غالي جدا، بس برضه عشان خاطر الفعاليات وعشان خاطر كأس العالم، ما همهمش ان الفندق يبقى غالي او الفندق مش غالي، الفندق فيه ناس او الفندق مفيش فيه ناس، عملوا الفعالية عشان الناس تنبسط، ما همهمش اي حاجة. فعاليات افري وير على كورنيش الدوحة قطر 2022، بينز باج عشان الناس تبقى قاعدة مستريحة. لكن تتخيل اماكن مناطق عامة مراجيح كده للاطفال عشان الاطفال برضه تستمتع مش الكبار كده. دي الاستديوهات التحليليه بتاعت محطات كتير، دي كلها موجوده في سوق واقف زي ما انتم شايفين. من الحاجات الحلوه في الدوحه ان انت تبقى ماشي كده على الكورنيش تلاقي الديوان الاميري جنبك، بس الديوان الاميري من غير حرس، مش محاوطين عليه ولا اي حاجه. ليه؟ كل حاجة أمان، كل حاجة هنا متراقبة بالكاميرات، مش محتاج حراس، مش محتاج أي حاجة. زائد إن المقيمين والمواطنون بيحبوا البلد، فبالتالي عمرهم ما يفكروا يأذوا أي حاجة. حتى لو في أجانب هنا كتير دلوقتي، بس برضو الأمان في الدوحة. إنها قطر يا سادة فعلا. Bye-bye.